أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اضطررت في الفترة الأخيرة للابتعاد عن الدروس بسبب مشاغل الدراسة. المشاغل لا زالت مستمرة، لكن رغم ذلك سأحاول من وقت لآخر تقديم درس جديد. في هذا الدرس سأتطرق أو سأتكلم عن أدوات التطوير على أنظمة لينكس. التطوير أعني به هنا البرمجة وتطوير المواقع وأيضا التصميم. الدرس إذا موجه بالخصوص للمهتمين بالتطوير وليس للمبتدئين. لكن قبل أن أبدأ بالحديث عن أدوات التطوير في أنظمة لينكس، أحب أن أشير إلى ثلاثة أشياء نعم، يمكن أن تحفز المطورين للانتقال لاستعمال لينكس أو التطوير على لينكس، ويمكن أيضا أن تحفز غير المطورين للبدء بالتطوير، أي بالبرمجة أو تصميم مواقع أو تصميم يعني رسوميات. هذه الأشياء يمكن أن أقسمها كما قلت إلى ثلاث أشياء. الأولى هو أنه من يفكر بالدراسة أو بدراسة الإعلاميات على المستوى الجامعي يجب أن يعلم أن أغلب الجامعات، جامعات هنا أتحدث الجامعات العالمية وليس فقط الجامعات الوطنية في كل دولة عربية، أن أغلب الجامعات تعتمد أنظمة لينكس كنظم للتطبيق والتدريس عليها. مثلا في الجامعة التي أدرس بها نستعمل لينكس للبرمجة، نستعمل لينكس في نظم التشغيل، قمنا بالتطبيق على توزيعات لينكس في نظم التشغيل، وأيضا نستعمل لينكس في إدارة الشبكات. إذا من يفكر في دراسة الإعلاميات على المستوى الجامعي يمكنه البدء بتجربة أحد توزيعات لينكس للاستئناس بالنظام، على الأقل ليكون له امتياز حين يبدأ بالدراسة. النقطة الثانية خاصة بالمطورين، من يطور، أي من هنا أعني بالضبط من يبرمج خصوصا بلغات سي، سي بلس بلس أو جافا، بايثون أيضا أو بيرل. من يطور سيصل في وقت ما لمرحلة ينتقل منها أو يريد الانتقال منها من طبقة المبتدئين لطبقة المتوسطين أو حتى المحترفين. في هذه المرحلة ستكون أنظمة لينكس الأنسب له، لأن لينكس كفلسفة يعتمد البرامج المفتوحة. وأنت كمتطور حين تريد الانتقال من مرحلة المبتدئ للمتقدم ربما ستحتاج لرؤية برامج أخرى، كيف قام مبرمجون محترفون ببرمجات برامجهم. ستجد في أنظمة لينكس الكود المصدري للبرامج المستعملة أيضا، وبالتالي يمكنك الاطلاع عليها ومعرفة كيف يقوم المحترفون بالبرمجة، فتكون بذلك خطوة نحو الأمام بالنسبة لك. النقطة الثالثة هي مسألة الأدوات، وما سأتحدث عنها في هذا الدرس. في أنظمة لينكس أغلب أدوات أو لنقول جميع أدوات التطوير متوفرة لتبدأ التطوير دون عناء، خصوصا بالنسبة للغات البرمجة، وبالضبط بالنسبة للغات البرمجة سي و سي بلاس بلاس. إذا أنا سأتحدث عن هذه النقطة الأخيرة بالضبط، الأدوات، وسأبدأ بالحديث عن الأدوات المتوفرة افتراضيا في أغلب توزيعات لينكس. نجد ما يسمى بالكومبايلر، المترجم. أنا لن أدخل في تفاصيل لغات البرمجة مثلا، ولكن سأقدم الأدوات. المترجم أو المؤول compiler أو interpreter فهو متوفر في أغلب توزيعات لينكس، GNU compiler مثلا بالنسبة للC وللC++ فهو متوفر في أغلب توزيعات لينكس. الآن سأتحدث فقط عن البرامج المستخدمة للتطوير، يعني التي تكتب فيها الأكواد، سواء كانت برامج صغيرة أو بيئات متكاملة، ما يسمى بيئات التطوير المتكاملة IDE. مثلا في توزيعات المعتمدة على جنوم نجد محرر النصوص، وبمحرر النصوص لا أعني معالجة النصوص كلايبر أوفيس وما إلى ذلك، محررات النصوص مختلفة مثلا كبرنامج جيدت هو محرر النصوص الافتراضي في توزيعات أو في بيئة مكتب جنوم، وبالتالي على جميع التوزيعات المعتمدة على بيئة مكتب جنوم كأوبونتو مانت وجميع التوزيعات المشتقة منهما. مثلا جيدت فهو يمكن بالنسبة للمشاريع الصغيرة البرمجة عليه، مثلا هنا برنامج بالسي بلس بلس، هنا
الملفات المكونة للمشروع، والبرنامج يقوم بتلوين الكود لتسهيل التعرف على مكونات الكود. أنا كنت قدمت، لن أدخل في تفاصيل هذا البرنامج هنا لأني كنت قدمت درس خاص ببرنامج شيدت كيف أنه ثبت إضافات عليه. ستجدون هذا الدرس في المجمع، سأضع رابط له في وصف الفيديو على اليوتيوب. وأيضا قدمت برامج أخرى من أكثر تقدم نوعا ما من جيدت، مثلا كتي إيديت. هذا البرنامج فهو أيضا يمكن البرمجة عليه، فيه إضافات أكثر من جيدت الافتراضي على توزيعات أوبونتو ومات وما غيرها من بيئات المكتب جنوم. كما تلاحظون يقدم عدة خاصيات أو ميزات أخرى، مثلا هناك قسم الشاشة إلى عدة أجزاء. هذه الميزة مهمة للمبرمجين لأنهم يريدوا أن يروا أكثر من ملف في نفس الوقت لمقارنة الأكواد وأيضا لمعرفة ما يغيرونه. كما قلت لن أتمم الحديث عن محررات النصوص المتوفرة في بيئات أو في أنظمة لينكس. جيدت كما قلت متوفر، برنامج كيت متوفر في كي دي إي، أيضا في خاصية قسم الشاشة، هو أيضا جد ممتاز في خاصية التلوين. بالنسبة حين تختار كلمة في الكود يقوم بتلوين جميع تلك الكلمات في الكود، هي أيضا خاصية مهمة بالنسبة للمبرمجين. إذا هذه أشياء يعرفها المبرمجون ويعرفون أنها مهمة بالنسبة لهم. كما قلت هذا الموضوع كافي بالنسبة لمحررات النصوص. بالنسبة لما أريد أن أتعمق فيها أكثر في هذا الدرس هو بيئات التطوير المتكاملة. سأبدأ بالحديث عن بيئات التطوير المتكاملة الخاصة بلغات C و C++. مثلا توجد بيئة مكتب كود بلوكس. سأريكم الآن كيفية البحث أو تجربة برامج مثلا على توزيعات أوبونتو. حين تدخل لمركز برمجية أوبونتو ستجد فئة خاصة ببرامج التطوير هنا باسم أدوات التطوير. تدخل لها تجد هنا فئات خاصة أو أدوات التطوير مقسمة على حسب فئاتها. مثلا بالنسبة لبيئات تطوير متكاملة تضغط عليها فتجد هنا مثلا برنامج جيني. ما سأركز عليه الآن هو مثلا كود بلوكس. يمكنك الضغط على المزيد من المعلومات فتظهر لك هنا معلومات خاصة عن البرنامج، ربما أيضا بعض التعليقات وأيضا التقييم هنا بعض التعليقات. إذن كود بلوك ممتاز بالنسبة لمن يريد التطوير بالسي أو سي بلس بلس. هناك إكليبس لمن يريد التطوير خصوصا بجافا سي أيضا وسي بلس بلس وأيضا بي اتش بي. سأعود لطريقة التعامل مع إكليبس بالنسبة لي سي بلس بلس و بي اتش بي. هناك أيضا نت بينز اي دي اي أيضا بالنسبة لي سي سي بلس بلس جافا. هناك أيضا أنيوتا أيضا بالنسبة لي سي. هناك كي ديفلوب أيضا بالنسبة لي سي سي بلس بلس. وهناك مثلا فراما سي أيضا بالنسبة لي سي. بالنسبة لي مثلا بايثون هناك أيضا بيئة، لم أستعمل أنا بايثون من قبل، لكن هناك بيئة بيدا مثلا أو جي كريت فهو خاص ببايثون. لما قلت سأعود لإكليبس لأنها متوفرة في مركز برمجية أوبونتو، ولكن النسخة التي تثبت تكون خاصة بجافا. لهذا يمكنك الدخول لموقع إكليبس، ستجد هنا في صفحة التحميل داونلودز ستجد عدة نسخ. هنا تختار أولا لينكس، يقوم المتصفح يقوم بالتعرف تلقائيا على نظامك ويظهر هنا لينكس، أو يمكنك اختيارها يدويا. وهنا ستجد عدة نسخ مثلا خاصة بجافا، خاصة بجافا إي إي بالنسبة لمطوري الأبلتس، أبلتس جافا بالنسبة للويب. هنا سي بلس بلس وسي، ما يسمى ب سي دي تي هي الخاصة بجافا. ومن يطور على بي اتش بي يمكنه اختيار البحث عن بي اتش بي ديفلوبمنت تولز ايضا متوفرة في اكليبس بي دي تي، متوفرة تحت اسم بي دي تي بالنسبة لي بي اتش بي. اذا هذا بالنسبة لي اوبونتو. ايضا على منت، الان استعمل منت. يمكن انا البعض
أعتقد أني أستعمل أوبونتو، لكن فعلا أستعمل منت، فقد غيرت بالتيم، ثبت أيضا موديل التطبيقات الخاص ب أوبونتو عليها. إذا بالنسبة لمنت يمكنك أيضا دخول موديل التطبيقات الخاص بمنت. الترتيب أو التنظيم ليس كما هو الحال على مركز برمجة أوبونتو، ولكن تجد هنا البرامج جيني، إكليبس، نت بينز على ما أعتقد أيضا متوفرة، يمكن أن أبحث. بالفعل نت بينز أيضا متوفرة. إذا تدخل للقسم الخاص بالبرمجة ويمكنك البحث عن هذه البرامج التي أشرت إليها. شيء آخر، الآن تحدثنا عن سي، سي بلس بلس وجافا، بي اتش بي أيضا، بالنسبة لإكليبس أعتقد، بالنسبة لنت بينز أيضا لست متأكد. بالفعل أيضا بي اتش بي متوفرة في هذه النسخة. بالنسبة لنت بينز أشير أنه أيضا يمكن من موقع البرامج الدخول لنت بينز أي دي إي، وهنا ستجد بلاتفورم، تختار لينكس، وهنا يعطيك إمكانية تحميل عدة نسخ خاصة بنت بينز، وهنا لغات البرمجة أو التكنولوجيات المدعومة، كنت سأقول المعتمدة، المدعومة. طيب بالنسبة لتطوير المواقع، تلقيت بعض الأسئلة عن تطوير المواقع، بدائل لبرنامج دريم ويفر، برنامج فوتوشوب وما إلى ذلك. هنا أشير إلى أنه من يريد التطوير أنصحه سواء حتى ليس سواء بل حتى إن كان على ويندوز أن يختار برامج حرة. شيء مهم أن تطور باستعمال برامج حرة. ثقافة البرامج الحرة يمكن أن نطيل الحديث عنها، لا أريد الآن الدخول في ذلك، ربما سأقوم بتخصيص موضوع خاص عن فلسفة البرامج الحرة أو المصادر المفتوحة وجميع هذه الأشياء الخاصة بالحرية في مجال الإعلاميات، لكن الآن أريد فقط هذه النصيحة حما لما بالضبط يمكن أن أتحدث عنها في ذاك الموضوع الذي يمكن أن أقدمه من بعد. إذا قلت نصيحة، استخدم البرامج الحرة حتى لو كنت على ويندوز. بالنسبة لتطوير المواقع، لأعود للنقطة التي أريد الحديث عنها، يمكن أيضا استعمال إكليبس كما قلت. بالنسبة لي هذا هو إكليبس، هنا مشروع كبير بالنسبة للغة البرمجة سي بلس بلس، هذه النسخة الخاصة بالسي سي بلس بلس، مشروع كبير يمكن استعماله مثلا برنامج إكليبس فيه. إكليبس كما قلت موجود ملحق بي دي تي الخاص بـ بي اتش بي، وأيضا يمكن برمجة اتش تي ام ال عليه. برامج أخرى خاصة بـ HTML أو تطوير الويب يمكن الدخول لها أو يمكن تثبيتها من مركز برمجة أوبونتو. هنا ستجد فئة خاصة بتطوير الويب، تدخل عليها فستجد هنا أربعة برامج، اثنين منها أعتقد أنها مهمة، Bluefish Editor ومحرر أو ويب محرر ويب جد ممتاز، استعملته أيضا أنا لفترة، يدعم الكثير من خصائص تطوير HTML. هنا بعض الإضافات التي يمكنك أن تضيفها إليه. أيضا بالنسبة لكمبوزر فهو أيضا استعمله في تجربتي لمرة، لم أستعمله بكثرة، أيضا فيه عدة خصائص جد ممتازة. ربما أكتفي بهذا القدر لأن الوقت أطلت، حتى طريقة هذا الفيديو حاولت أن تكون مختلفة، لا أعتقد هل وفقت في ذلك أم لا. كما قلت هنا كان الحديث فقط عن أدوات التطوير بعضها فقط، وكيفية البحث عن أدوات التطوير بأنفسكم عن طريق الدخول لمركز برمجة أوبونتو أو موديل التطبيقات في منت. يمكن أيضا البحث عن البرامج في الطرفية لمن لا يريد استعمال أو مدير تطبيقات برنامج، فما طريقة البحث عن البرامج في الطرفية هي بإدخال الأمر apt cache search وتدخل اسم البرامج. مثلا لو أردت البحث عن إكليبس، فأنت تعرف إكليبس لكن اسم البرنامج برنامج آخر أو شيء متعلق ببرنامج ليس بالضرورة اسم البرنامج، هنا تتلك عدة نتائج. ولو أردت تثبيت فهو بالأمر apt-get
install، وهنا تدخل اسم البرنامج الذي تريد مثلا تثبيته على هذا الشكل. سأوقف العملية وهنا. إذا سأكتفي بهذا القدر، ربما سأحدث عن أدوات التطوير أكثر في دروس قادمة، لكن لنرى على حسب الوقت. إلى اللقاء.